هلا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم الجو كلش حلو وحبيت اطلع الاطفال. راح نروح انا مول يم بيتنا، مين بيتنا يعني قريب على بيتنا، بس انتظر امي واختي يجون حتى اصعد وياهم بالقطار. هذا كله ورد طبيعي ناشف، تلبسيهم مشكلة حلوات. كنت حلو هذا اللون، وهاي قاعدة تخبل. طبعا هذا المحل جديد مفتوح لنا، هذا المول. ابني ذواق. لون يجنن. اسجل من هذا المطار كلش حلو. ماما كلش حلو هاي الثريا، بس اعتقد الضوء ماله خفيف يكون. لا يعني كلش حلوة ما شاء الله. طبعا اذاني كلش حلو، يجي الماعون ماله خشبي، هذا صخر مال مان قهوة. السويدين هو يشربون قهوة، مشهورين بشرب القهوة.
تحبني اللوحة مع صور أنا عارف زهرة هون كلش حلو يعني كلش طيبات ريحان ودي أتفرج على المحل ديزني طبعا صار كل مكان واحد يقوم بالسرعة لا قبل كنا نجي ونطب على الزحام على المحل مال العاب مال أطفال طبعا كل المحلات الزحام هنا صار قسم المطاعم بس راح اغض الجهل هناك فوق اعتقد اكو مدينة العاب مال أطفال مكان كلش كبير هنا مكان للألعاب مال الأطفال أول مرة نصعده طبعا ومكتشفته كلش حلو كل الأطفال طبعا هسه راح نفوت لهذا المطعم الصيني كل أكلات بحرية سننتظر طبعا المكان كلش حلو كلهم مغلقين يعيشون يعني